اليوم الإطار ديال الحملة كيجي كترجمة لبرنامج عمل مصدر من طرف المركز الجهوي لتحقن الدم من أجل تقريب الخدمة ديال التبرع بالدم للمواطنين. الحملة ديال اليوم حالة خاصة، علاش؟ لأنه هي داخل مؤسسة استشفائية اللي عندها مرضى تيحتاجوا الدم. دونك هاد الناس هادو اللي هما أطور ممرضين وأطباء وعاملين بهذه المؤسسة الاستشفائية قرروا باش يديروا واحد الحملة للتبرع بالدم ويعطيوا المثال والقدوة بأنه هما اللي مسؤولين على هذوك المرضى، راه هما الاولين واعيين بالاهميه ديال التبرع بالدم وبالاهميه ديال تحقن الدم. دونك الحمله غادي تمشي على طول اليوم ان شاء الله بحوله وقوته، وكي قلت لك غادي تهم العاملين بالقطاع الصحي بهذه المؤسسه هذه. باختصار، دائما يوميا كنكونوا مضطرين باش نطلبوا من المركز الجهوي ديال تحقن الدم بمراكش، كنطلبوا منه الدم في حاله استعجاليه، ووعيا منا ووعيا من الطاقم الطبي ووعيا من الطاقم الاداري ووعيا من الجميع اللي كيعملوا في هذه المؤسسه هذه، في هذه المصحه هذه، بالاهميه ديال 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 لا ترانسفيزيون دو سون. ارتئينا باش نديروا واحد الحمله ديال التبرع، البيرسونيل ديالنا كما كتشوفوا، اطباء كذلك، وكلشي معبأ لهذه الحمله هذه. الغايه منها وهو يعني كنعطيو المثال للمواطنين باش حتى هما يتبرعوا بالدم ديالهم ويعتقوا ارواح. احنا نضمنا هاد الحمله باش نعاونوا الناس، غير قطره من الدم ديالنا يمكن تسوفي بليزيوغ في، و سي با لا بروميير فوا اللي كنتبرع بها بالدم. سي بيان بور نو و سي بيان بور لي زوطر جون، سي ان اكت هيومانيتير يمكن بليزيوغ جون يمكن نسوفيو لا في ديالهم بواحد لاكت صغير من عندنا. وكنتمنى ان الناس يديروا بحال هاد لاكت، سي فاسيل وما عندهمناش يخافوا، سي او كونترير سي بيان بوغ او، يقدروا يعرفوا بليزيوغ شوز، فاسيل ديال الدم ديالهم، يعرفوا الامراض اللي كتنتشر، و لا ميور شوز انهم يقدروا يعاونوا حياه ديال الناس اخرين. هذه المبادرة الهامة جدا على أساس أنه نساعدوا المركز الجهوي لتحقن الدم أنه يكون واحد البنك إلا بغينا نقولوا جهوي للدم بجهة مراكش أسفي. وتتشوفوا الحمد لله أنه كل العاملين بالمصحة سواء من أطر طبية أو إدارية أو شبه طبية إلى ذلك، هي تتبادر في هذه القاعة اليوم على اساس انه تساهم بشكل كبير في هذا عطاء الدم. وتنتمناو من خلال هذه المبادره نوجهوا رساله في حق كل المواطنات والمواطنين، على اساس انها مساله اساسيه تنشوفوا في الدول المتقدمه على الاقل مره في السنه او مرتين في السنه مواطن تيجي من تلقاء نفسه تعطي الدم، لانه هو غادي يحتاج ايضا واحد النهار. فبالتالي هذه المساله خاصها تولي تدخل في الوعي العام ديالنا، على اساس انه على الاقل واحد المره في السنه او مرتين نمشيو نبادروا بنفسنا ونعطيو واحد القسط ولو قليل من الدم ديالنا، لاننا غنحتاجوه، حتى حنا غنحتاجوه، يحتاجوه في عائلاتنا، يحتاجوه ولادنا، يحتاجوه ابائنا الى غير ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.